اما جوز امك ده راجل النوع الصحيح. كل الرجاله كده عاوزين قطم رقابيهم. ابدا، انا لو مكانه لا يمكن ابص لك. المهم دلوقتي لازم ادور على اوضه مفروشه عشان اسكن فيها. بس الاوضه المفروشه هتكلفك على الاقل 30 40 جنيه في الشهر. زي بعضه، انا معايا 50 جنيه. 50 جنيه؟ سرقتهم منين؟ سرقتهم ده ايه؟ دي فلوسي، كان بينهبهم مني جوز امي، وانا كسرت الدرج واخدتهم. يبقى زمانه بيدور عليك في كل حته، وبكره هتطب عليك في الشغل. انا اخدت اجازه من الشغل، ومش رايحه الشغل. هدور على شغل تاني. يعني انت مش ناويه ترجعي البيت ابدا؟ لا. كفايه العذاب اللي انا شفته من يوم ما مات المرحوم ابويا. بس انت هتتبهدلي بالشكل ده. بنت فردانيه زيك لما تنزل في القنده ولا بنسيون ولا شقه كل العيون هتبص لها، ما تضمنيش ايه اللي هيحصل. هيحصل ايه يعني؟ انا اعرف احافظ على نفسي كويس. وليه تعرضي نفسك لمشاكل؟ ما تنزلي عند حد من قرايبك. هيتوسطوا بيني وبين جوزهم ويرجعوني، وانا ما احبش اتقل على حد. طب ما تنزلي عند واحده صاحبتك او زميلتك في الشغل. ممكن توصلني الدقي؟ ما تخافش، هدفع لك ثمن التوصيل. هاخد منك 40 قرش. ايه؟ عشان العداد بايظ. أنا عارفة جوزك موافقش. أنا آسفة يا عز. لا ولا يهمك، ما كنتش اتجوزتي مدحت وخلصتي. مدحت مش بتاع جواز. هو أنا إيه؟ أطلع من نقرة أقع في ضهدرة؟ أنا خلاص الفقر زهق مني. هتعملي إيه دلوقتي وهتروحي فين يا عز؟ تتدبر. أنا آسفة يا عز، مش بإيدي. ولا يهمك، تتدبر. عزة، مش معقول. ممكن نبقى صحاب بجد؟ الله، امال احنا ايه؟ انا عايزه انزل عندك يومين لحد ما. بس كده؟ قوي 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 قوي، ده انت تأمري. اتفضلي. ومالك وافقت كده ليه على طول؟ وانا وافقت. مش بتقول اتفضلي؟ انا قصدي يعني اتفضلي نتفاهم جوه يعني. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا. اتفضلي اتفضلي. ايه رايك في الشقه؟ محندقه. بذمتك مش محندقه. هي دي شقه دي؟ ده انت عايش في زريبه. الله، ماشي يا عم، ماشي، مقبوله منك برضه. انا مش فاهمه انت مستحمل الوسخه والبهدله دي ازاي؟ ما هو همتك بقى معانا تنضفها لنا بقى. نعم؟ انت فاكرني شغاله؟ لا يا فندم، العفو. انا لولا بس خايفه ان جوز امي يدور عليا في لوكانداتش، انا ما كنتش جيت لك خالص. اسمع، انا هنزل عندك بفلوس. انت مأجر الشقة دي بكام؟ يا ست انا مش عايز حاجة، كفاية رضاكي. ما انا هدفع لك عشان تبعد عن رضايا. خلاص، كفاية رضايا انا عليكي، وعلشان اثبت لك حسن نيتي انا هتنزلك على اوضة النوم بتاعتي. ايه رأيك بقى؟ امال هتنام فين؟ انا شخصيا هنام هنا في الصالون، هتنام دي. لا لا لا، انا هنام هنا وانت نام براحتك في اوضتك. يا ستي انا اللي هنام هنا خلاص.
قلت لك حبات هنا يعني حبات هنا. يا ستي خلاص وقت النوم نبقى نتفاهم. انت اتعشيتي؟ لا. طيب ايه رايك في السمك المشوي؟ الله اموت فيه. مش كده؟ اه انا كمان بموت في السمك المشوي. مش معقول. شوفي لما 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 اتنين يتجمعوا في المشوي بقى. انا جايب ربع كيلو فضه خيرك كده. انا هنزل اجيب ربع كمان على الشيء. طب امسك. لا 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 اقفلي الشباك، ما احبش حد يبص عليا. طب خش المطبخ لحد ما اخلص. انا عمري ما اكلت زي النهارده. على فكره انت فتحت نفسي. مالك؟ مش غلط برضو اني قاعده معاك هنا؟ غلط في ايه لا سمح الله؟ انا ضايقتك في حاجه؟ انا مش عارفه استريحت لك ليه؟ زي ما تكون اخويا بالظبط. ما بلاش الكلام اللي يحيى الضمير ده. وانت عايز ضميرك يموت ليه؟ لا هو مش يموت قوي، هو زي ما تقول يعني ياخد تعسيله يغمى عليه شويه. لا انا ماشي. راح فين؟ لا مصلي انت كلامك كده ما يطمنش. انا هروح ابات في اوتيل. خلاص يا ستي خلاص، حقك علي ليك علي، اخلي لك ضميري صاحي طول الليل، واذا نام حدلوا عليه جرد الميه فوقه. على فكره انت دمك خفيف يا عم. تشكر يا عم، تشكر يا عم. وانا خايفه اقعد معاك اكتر من كده، احبك. طب وماله؟ ماله؟ ماله ازاي؟ دي كانت تبقى مصيبه. مصيبه ليه؟ ما انا لو حبيتك هتجوزك، ولو اتجوزتك هيكتب عليا الفقر طول عمري. حد جاب سيره الجواز؟ يا ستي حبيني من غير ما تتجوزيني. اللهم طولك يا روح، انا قايمة اعمل لك شاي. احنا النهارده ابيض باين ولا ايه؟ ها عايز حاجه تانيه؟ كلنا وشربنا مش كده؟ فاضل بقى نلعب. نلعب ايه؟ هنلعب ايه؟ هنلعب كوتشينه طبعا. لا ده انا اغلب. لا بس انت مش قدي بقى. لا حريفه يعني؟ طبعا. شوف بقى انا هقول لك على حاجه، احنا نلعب مع بعض، لو انت غلبتيني اديك بوسه. استني بس. طيب لو انا غلبتك تديني بوستين. لا مش لا. طب هقول لك على حاجه، ورقه وقلم اهي، احنا نقيدهم هنا، يعني انت ليك بوسه انا ليا بوستين، واخد بالك؟ على الورق بس عشان اللعب يحلى. طب فر ايه فوره. غلبتك. ايه انت هتحمرق؟ انا ورق اكتر منك، عد بقى. انا اللي غلبك الدور ده. ماشي زي بعض. وادي بوسه.
يبقى انت دلوقتي ليكي 5 بوسات وانا ليا 18 بوسة. ما تيجي نخلص ديوننا مع بعض ونخلص. تصبح على خير. ايه؟ هننام؟ طبعا. انت مش وراك شغل بكرة؟ طب لو سمحتي هاتي لي غطا ومخدة، انا هنام هنا في الصالون. انت مصمم؟ يعني ده اقل واجب نقدر نعمله، ده انت ضيفتنا ليلاتي. متشكرة قوي يا مدحت، بس ارجوك ما تكرمنيش اكتر من كده. يعني بس الواحد مش عارف يعمل ايه ولا ايه الحقيقة. يعني الواحد بيخدمك بعينيه، جيت للصلاة. كفاية الغطا ده؟ الله، مالك يا مدحت؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. روحي روحي انت نامي. ايه اللي حصل بس قولي؟ حصلش حاجة، حصلش حاجة. نامي انت، نامي. انا مش زي بس، انا كنت سايباك كويس. ايه اللي حصل قولي؟ اصل افتكرت امي الله يرحمها، امي. الف رحمة تنزل عليها، تعيش وتفتكر. لكن انت ايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ سمع صوت الولد اللي بيعيط ده، بيفكرني بنفسي وانا صغير. انا عارف، انا عارف ان امي الله يرحمها كانت بتحب اخويا سيد اكتر مني، لكن انا مش زعلان، انا مش زعلان. افتكر طيب احسن. اسمتي كده هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا اطلع شبه ابويا واخويا سيد يطلع شبه امي، امي تحب سيد اكتر مني. ياه، الموضوع ده معقدك لحد دلوقتي؟ وهيفضل معقدني العمر كله، العمر كله. لا معلش، انت حاول تنساه، انت كبير دلوقتي. لا لا لا، مش كده يا مدحت، حرام عليك. مش قادر، مش قادر. انا طول عمري وحيد، منبوذ، منبوذ. يا رب ما كانت امي خلفتني. معلش يا مدحت، معلش، هدي نفسك. يلا معايا، يلا يلا قوم. اقوم اروح فين؟ قوم بس معايا. انا تعبان، انا معقد، انا معقد. ارجوك بس ابني امشي. لا مش هسيبك. بس ابنيش لوحدي، انا محتاج لصدر حنين دلوقتي. انت تحاول تنسى الموضوع ده خالص ويلا نام. هنام لوحدي؟ طبعا يلا بابا. وانت مش هتنامي جنبي عشان انا بحس بالوحده. لا 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 لا، انت تحاول تنسى الموضوع ده لوحدك، انت كبير دلوقتي. مش كبير قوي يعني. تصبح على خير. انا تعبان، انا تعبان، انا تعبان. ما لقيش عندك حد يشتري لي علبة لبن من الواد. لا ده انا قاعده لوحدي. هو عنده ايه؟ انا سامعه صوته طول الليل. اصل الولد تعبان قوي وما اكلش من امبارح، وانا تعبان قوي. حاسبي الواد هيقع منك. خش ارتاحي انت وانا هنزل اشتريك اللبن. كتر خيرك يا حبيبتي، لحظه واحده واحدف لك الفلوس. مفيش ده، لما اجيلك. عنك انت، هاتي يا اختي. تعبتك معايا ولا تعب ولا حاجه؟ اوعى يكون اللبن سخن. لا ما تخافيش، انا بردته الاول. انا عندي فكره عن تربيه العيال، كنت بساعد خالتي في تربيه ولادها. يلا حبيبي، يلا يا اختي. عزه، وزه، عزوز، عزة، يا راحت فين اخوي؟ برضه فتحت الشباك. ايوه يا مدحت. انت فين؟ انا هنا. دي واحده جايلك. انت بتعملي ايه عندك؟ اما اجي هقول لك. هتقول ايه المجنونة دي؟ مصطفى جوزي الله يرحمه عدا اهله علشان يتجوزني، قطعوه من غير ما اشوفهم ولا يشوفوني عشان انا فقيرة، ولحد دلوقتي مقطعيني حتى بعد ما مات. ولا يهمك يا حبيبتي،
اعتبريني اختك بالظبط. كتر الف خير عطلتك. يادوب ترجع لجوزك. جوزي زمانه راجع من الشغل تعبان وعايز يتغدى. طب يا حبيبتي لو احتجتي اي حاجه اندهي عليا على طول. كتر الف خير. رايحة فين؟ لا خليكي مستريحة. اللي وزاك عند الجيران خدنا الجنية. الست عيانة وقصدتني اجيب لبن لابنها. هقول لها لا. لا طبعا قلبك فيه الحنية قوي. يلا اتغدي. اهدى. ايه في ايه؟ اهدى. في ايه؟ خمرة. ده شعير. شعير بايت. شيلها من قدامي. هو انا خلصت من جزومي عشان تطلع لي انت؟ لا انا ومال جزومك. بلاش بلاش منها خالص. ايه عجبك القعده تحت؟ انزلك الاكل. يا ريت يا ريت يا ريت.